السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا، ان شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع الملايات. انتي تحتاجي تجيبي قد ايه قماش لكل طقم؟ خلاص، خلينا بس نتفق الاول ان احنا معانا اي مقاس سرير 160 180 مترين 120، اي حاجة انتي بتزودي على المقاس بتاع عرض المرتبة ده 80 سنتي. خلاص، 40 يمين و40 شمال. خلي القاعدة دي معاكي ثابتة جدا، ده حاجة ستاندر في كل المقاسات بالنسبة لنا. خلاص، والمخدة عرض ثابت معاكي 90، عرض ثابت معاكي 90. المتغير في المخدة الطول، حسب السرير عندك طوله ايه، 160 170 180، الكلام ده هو ده اللي متغير، انما العرض ثابت 90 سنتي. الخدادية مقاسها ثابت ستاندر في كل المقاسات، سرير اطفال سرير كبير، المقاس كله واحد، 50 في 70. خلاص كده، يعني ناخدها واحده واحده وبعدين ايه اقول لكم هتجيبوا قماش قد ايه. انت دلوقتي محتاجه تجيبي طقم السرير 160. خلاص، هتجيبي ثابت معاكي السرير 160، المفروض الملايه معاكي تطلع 240. فانت مش هتروحي تقولي للتاجر هات اديني 240، فهتقول له ايه، 2.5 متر. خلاص، فانت كده 2.5 متر، وهتعملي مخدتين الملايه لوحدها كده 2.5 متر. ده الكلام ده كمان للناس اللي عايزه تعمل ماتشنج، عايزه الملايه مشجره والمخدات والخداديات ساده. فانت الكلام ده ليكي برضو، للناس اللي بتسأل عن الموضوع ده تجيب قد ايه. فانت كده هتحتاجي لو هتعملي ملايه مخدتين وخداديتين، هتحتاجي الملايه لوحدها 2.5 متر، مخدتين وخداديتين لسرير 160 2.25 متر. ليه هتطلعي دلوقتي 170 سنتي؟ هتجيبي تطلعي منها مخدتين وخدادية، و55 سنتي تطلعي منها الخدادية التانية. تمام كده، دول 2.25 متر. الطلب منك ملاية ومخدة وخداديتين. هتجيبي الملاية 2.5 متر زي ما اتفقنا، المخدة والخداديتين 2.25 متر، المفروض 170 سنتي بالظبط بالخياطات بتاعتها والحاجة بتاعتها والقلاب بتاع الخدادية وكل حاجة. بس انتي يعني التاجر ملوش علاقة، انتي عايزة 1.70 متر، انتي هتقوله 2.25 متر، مترين، فاهمني؟ لو جالك زبونة عايزة ملاية واربع خداديات، اربع خداديات هتقصي برضو 2.25 متر. تمام كده، هتقصي 2.25 متر، هتطلعي منهم الاربع خداديات بالطول. هتجيبي مثلا القماشة بتيجي متنية من عند التاجر من النص، خلاص، فانت هتجيبيها من عند البرسل، هتشقلبي القماشة وهتجيبيها من عند البرسل. خلاص، هتقصي بقى من عند البرسل اللي جوه من الناحية التانية بتاعت القماش نفسه، هتقصي 55 4 مرات في الطول اللي احنا ايه قلنا عليه، اللي هو 1.75 متر او 1.70 متر. تمام كده، انا كاتبه بس في ورقه عندي عشان كده ببص فيها عشان ما انساكوش حاجه، يعني عشان ما انساش حاجه انتوا طالبينها. نفس الكلام للسرير 180 او سرير مترين، برضو نفس الكلام، بتشوفي العرض بتاع المرتبه وبتزودي 40 يمين 40 شمال، يبقى احنا معانا 80 سنتي ثابت مع عرض المرتبه. خلاص كده، والمخدات بقى انتي بتزودي يعني انتي بتقيسي مثلا، بتحتاجي زي ما قلت لكم بقى، انتي بتشوفي مثلا طول المخدة معاكي انت عايزاها كام، 1.80 متر، ده هتزودي مثلا 10 سنتي خياطة يمين جنب. في ناس بتحب الخياطة تعملها عريضة، في ناس بتعملها رفيعة، على حسب ما انتي بتحبي. يعني انا بحب اجيب بزيادة شوية، بسيب 10 سنتي فرق، يعني انا بقصها على 1.90 متر. خلاص، وبطلع المخدتين والخدادية، والخدادية التانية 55 سنتي زيادة تانية معايا في القماش، يعني بقصها لوحديها الخدادية اللي هي الايه التانية. خلاص، فانتي بتحسبي على الاساس ده لأي مقاس بقى عندك، 160 180 170 مترين، اي مقاس يجيلك بتقصي على المقاس ده. خلاص، لو انت عايزة تعملي، بس خلينا في يعني في الاساسي اللي هو عند كل الناس، السرير 160. نادر لما تلاقي حد عنده المقاسات اللي هي الخاصة ال 180 وال 200 دي، مش كله عنده المقاس ده، مش كل الناس بتتعامل بالمقاسات دي. لو عندك مثلا سرير 160، خلاص، ومحتاجة تجيبي الملاية مشجرة والخداديتين مشجرين والمخدة سادة،
فانت هتجيبي الملاية مترين ونص زي ما اتفقنا، وعشان تطلعي خدها ديتين مشجرين هتحتاج لهم متر، يبقى كده احنا عايزين 3.5 متر قماش مشجر. المخدة هتعمليها بالسادة يبقى محتاجة متر، يعني 95 سنتي بالظبط، بس هو الراجل هيقطع لك متر، مش هيقطع لك مش هيشيل 5 سنتي وال6 سنتي بتوعنا دول بتوع حساباتنا احنا، انت بقى تشيليهم انت في القص. خلاص كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخدادية لو انت عايزة تقصيها قطعة متصلة، يعني الخدادية ليها قصتين، عايزة تقصيها قطعة متصلة يبقى ليها 3، والله كمان مش قصتين بس. لو عايزة تقصيها قطعة متصلة بتقصيها 1.70 متر طول في 55 عرض، لان يعني هي المفروض صافي معاكي بتصفي على 50 في 70. خلاص كده. لو عايزة تقصيها على 3 قطع، 3 قطع لو هتعملي فيها شغل بقى كرانيش من قدام او كرانيش داير ما يدور الخدادية والكلام ده، فانت بتقصيها على 3 قطع، بتقصي القلاب لوحده معلش جالي تليفون وقفنا لحد الخدادية، ان احنا لما نيجي نقصها مثلا على 3 قطع. خلاص. فانت هتقصيها 55 في 75 مرتين، تمام كده، و25 او 20 في 55 ده القلاب. خلاص. وبرضو عاملة لكم فيديو للخدادية، ان انت لو عايزة تقصي تعملي القلاب خارجي او داخلي الكلام ده كله عاملة لكم فيديو لوحده، تمام. ف ده كده خلاص، ده كده مقاسات المخدة والخدادية. ولو انت عايزة تعملي ماتشنج او عايزة تعملي الطقم كله مشجر، لو الطقم كله مشجر انت كده بتجيبي للسرير 160 5 الا ربع قماش على المقاس اللي انا عاملاه. في ناس بتعملها 4.5، في ناس بتعملها 4.25، انت حسب بقى انت يعني. انا بحب المقاسات بالنسبة لي بتبقى كبيرة بتبقى احسن، والحمد لله يعني زبوني مرتاح مع المقاسات دي، فاهميني. الاطفال ثابت معانا، ده كل ده للمقاسات الفلات يا جماعة، الفلات. خلاص. الاطفال معانا ثابت، احنا بنجيب 6 متر للطقم، ملايتين ومخدتين وخداديتين، ده للسرير 1.20 متر. خلاص. فاحنا لو احنا عايزين مثلا نجيبها نعملها ماتشنج، فانت هتجيبي 4 متر مشجر و2 متر هتطلعي منهم مخدتين وخداديتين دول سادة، تمام كده. في ناس ممكن تقولك انا عايزة مخدة وخداديتين لكل سرير، فانت كده هتزودي متر، كده هتجيبي 7 متر مش 6، هتطلعي مترين ملاية، مترين ملاية تانية. خلاص. ادي كده 4 متر. وبعدين لو القماش معاكي 1.40 متر، 2.40 متر سوري، فانت هتقصيه من النص هيبقى 1.20 متر و1.20 متر في عرض 93. خلاص. او 92 زي ما تحبي، يعني زي ما انت بتحبي تقصي قصي، وهتقسميه بالنص يبقى كده معاكي مخدتين، والمترين هتعملي منهم ال4 خداديات، كل متر هتطلعي منه خداديتين عشان بس تبقى الرسمة معاكي مظبوطة. خلاص. وممكن ان انت تشوفوا طريقة القص عندي على القناة طقم الاطفال، لان انا بقص كمان من 93 سنتي بطلع منه المخدة والخدادية، تمام. يبقى انت معاكي مترين هتطلعي منهم مخدتين وخداديتين، والمتر الزيادة هتعملي منهم الخداديتين الزيادة اللي الزبون عايزاه. خلاص. يا رب بس تكون الفكرة واضحة لكم ويكون الشرح سهل. لو محتاجين اي حاجة تانية يعني عرفوني ايه اللي واقف معاكم، ايه اللي صعب بالنسبة لكم، وبعتولي رقمي على الجروب عندكم على الفيس مفروشات زايد متالية، الاكونت اسمه مي محمد ومتالية. خلاص. والرقم على الصفحة او عندي على الاكونت برضو، وبكتبه لكم في يعني حتى لما بنزل صور لشغلي ببقى برضو كاتبة عليه الرقم بتاع الفون، هتلاقوه. تواصلوا معايا وعناية والله ليكم في اي وقت، مفيش اي مشكلة يعني، بس مش في اي وقت، في اي وقت يعني مش الفجر والكلام دوت، مش هنقوم نبص الناس قاعدة من غير ملايات ماشي. فعشان انا كمان معايا بيبي وبنوتين يعني صغننين، فالمواعيد عندي بايظه خالص. فبعتولي اللي انتم محتاجينه في الكومنتات او في الرسائل لو واتس او على الفيس، وانا ان شاء الله ارد عليكم كلكم.
ولو في حاجة صعبة عرفوني ايه هي وانا ان شاء الله اوصلها لكم يعني. اشوفكم بقى في شرح جديد بإذن الله، وما تنسوش الاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.